هناك منطقة مبوءة واحدة أطبعن، أقول لك أطبعن، لن يبقى متطرف أو منحرف في المدينة. كان هذا التصريح هو من قصر معاشيق إذانا ببدء العملية الأمنية الثانية للسيطرة على مديرية المنصورة. ففي الوقت ذاته تمركزت قوات الأمن في جولة كالتكس المدخل الجنوبي لمديرية المنصورة متأهبة لخوض عملية واسعة لتحرير هذه المديرية المعضلة من جماعات مسلحة خارجة عن القانون حسب وصف السلطة المحلية. بدأت الاشتباكات مع حلول مساء السبت واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى وبمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة. الجديد في هذه العملية كان تدخل طيران التحالف وبثلاث غارات جوية استهدفت الأولى مبنى المجلس المحلي المقر الرئيسي لهذه الجماعات، كما استهدف الطيران مدرعة وطقما للمسلحين بجانب مسجد الرضا في الغارتين الأخريتين، مخلفا أكثر من 15 قتيلا من المسلحين، فيما تفيد مصادر وقوع عديد قتلى ومصابين من المدنيين. تفتح هذه العملية الأمنية الملف الشائك لمديرية المنصورة التي تأتي أهميتها لإطلالتها على المنطقة الحرة، فقد حاولت الجماعات المسلحة في الأسابيع الماضية التقدم إلى ميناء الحاويات عبر جولة كالتكس، وهي مفصل مروري شكلت نقطة تماس مفتوحة بين القوات الأمنية وهذه الجماعات، بالإضافة إلى وقوع العشرات من عمليات الاغتيال والتفجير في هذه الجولة ومحيطها وفي شارع 90 بنسبة أعلى وفي مختلف شوارع المنصورة التي ظلت مصدر قلق للعاصمة المؤقتة، وما زالت إذ لم تسفر العملية الأمنية بعد يوم من بدئها غير السيطرة على جولة كالتكس المغلقة بمترس يشي باستمرار العملية الأمنية. هكذا بدت المنصورة نهار اليوم، فبعد ليلة صاخبة هدوء حذر وتبادل لإطلاق النار بشكل متقطع. قوات الأمن في جولة كالتكس، فيما الجماعات المسلحة ما زالت في الأحياء الداخلية لمديرية المنصورة التي تترقب أحداثا جديدة في الساعات القادمة.